من أجل البقاء. تعاقبت الحروب والصراعات، حروب لا تشبه غيرها، من السيف والرمح والمنجنيق إلى البندقية والقذائف والصواريخ. ظلت خلالها اليمن مسرحاً للصراعات الفارسية والأطماع الإيرانية. صراع هو الأطول على مر التاريخ، ظل خلالها العرب وجهاً إلى وجه في مواجهة الإمبراطورية الفارسية. دار الزمان وسقط العرش، وخلع العرب رداء الانكسار وذل التبعية. تنفس العرب الصعداء قبل أن تطبق على أنفاسها العمائم السوداء وميليشياتها المسلحة. من هؤلاء؟ ومن أين جاءوا؟ تعرفون من الذي ساعد إيران ضد العراق؟ ومن الذي تواطأ معها لوضع أراضيه وسمائها تحت تصرف سلاح الطيران الإيراني لقصف أهداف محددة داخل أراضي العراق؟ ما الذي أوقد فتيل المواجهة من جديد؟ لا جواب خارج التاريخ والجغرافيا. إنها إمبراطورية الدم والوهم، والحكاية مستمرة. بين الصوفية والشيعة حبل متين وحاضنة مشتركة لتمجيد السلالة الهاشمية. حقيقة إيران لا يومها لا مذهب ولا أي شيء، ولا لها علاقة، لكنها تستغل المذهب مثل ما تستغل الدين
هذه العباءة تلبسها للدين والدفاع عن المظلومية، نفس الشيء تستغلهم لأجل 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 استغلال المذهب في تنفيذ مشروعها. يعني تصور إنه أول مادة أو ثاني مادة أخذناها بعد مادة السياسة الخارجية في 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 برنامج الدكتوراه في جامعة طيران كان الفكر السياسي الإيراني، وأول كتاب تم إعطاؤه لنا هو كتاب اسمه ذو قرني سكوت، قرنين من الصمت لزرين كوب، وهذا أحد المؤلفين الإيرانيين المشهورين. باختصار هذا الكتاب طبعا يؤكد على أن إيران تعرضت إلى نكبة، إلى نكبة عندما دخل ما يسمى ليس الفتح الإسلامي، أطلقوا عليه لفظ درهم كوبيدان بمعنى الاجتياح، ووصفوا هذا الاجتياح بأنه اجتياح مدمر قام من خلاله ما يطلق عليه ليس العرب الأعراب بتدمير الحضارة الفارسية، وأرجعوها قرونا إلى الوراء. وبالتالي هذا بيعطيك مؤشر أنه لماذا يحقد الإيرانيون على العرب، يحقدون عليهم لأنهم هم سبب في انتهاء حضارتهم، سبب في منع تقدمهم كما يدعون، وبيقولوا أنه ماذا قدم الإسلام لنا، إحنا كنا موحدين قبل الإسلام. هو ليس خطرا طائفيا، أحد تجلياته هي خطر الطائفي، ولكن هو خطر كبير، يعني يستهدف قلع الجذور للمجتمع الإسلامي والعربي في منطقتنا، وتحويله إلى حالة طائفية مشوهة تستطيع إيران أن تقوده بشكل أو آخر، وهي تدخل الآن، يعني هي أن تسعى إلى زعزعة دول الخليج كذلك، يعني البحرين في خطر، منطقة شرق الخليج كلها في خطر. مصطلح آل البيت يختلف مفهومه عند الزيدية عن مفهومه عند الاثنى عشرية، فحين يقول الاثنى عشرية آل البيت فإنما يقصدون به الأئمة الاثنى عشر المعصومين عندهم، في حين أن الزيدية يرونه ذرية البطنين وخاصة الأئمة من أمثالهم، ويسقطون كل ما ورد صحيحا أو غير صحيح على أنفسهم. خلال حكم حافظ الأسد خلت العلاقة بين سوريا وإيران من البعد الديني نتيجة للتباين العقائدي بين علوية سوريا واثني عشرية إيران. حافظ الأسد لم يكن يعنى بالبعد الديني في المجتمع خاص في سوريا، وبالتالي كان يركز على العلاقات المباشرة التخادمية مع إيران. هو أخذ فقط خصاص الاعتراف، يعني تمكينه الأسري، وأيضا إعطاء شرعية ذات بعد طائفي فقط. ولا يزال هناك بعض الخلافات، إذ أن الدستور الإيراني أو دستور الثورة الإيرانية لم يشترط أن يكون الولي الفقيه من البطنين، ولهذا ظل يعني علماء الهادوية والطامحين بإعادة الإمامة إلى اليمن يتحفظون حول هذه النقطة من الثورة الإيرانية، أنها فتحت الباب لكل إمام يختاره الفقهاء والأئمة وما إلى ذلك، ولم تقيده بالبطنين لأنهم لا يؤمنون بالبطنين. لكن بعد عام 2000 عندما جاء بشار الأسد، بشار الأسد كان شخصية ضعيفة أيضا في إدارة الدولة، بدأ هنا التغلغل الإيراني المتوالي عبر شخصيات كثيرة، منها استخدمت مثلا أدوات يعني الشيعية عراقية ولبنانية وأحيانا إيرانية، لكن كان يستخدم يعني شيعة من دول عربية مؤيدين من أتباع إيران يرسلون إلى سوريا ويرسلون إلى بعض المناطق ويحاولوا أن يعملوا نوع من التغيير المذهبي خاصة للعشائر وللعوائل. إيران يعني حولت عدد كبير من الذين ذهبوا إلى هناك إلى المذهب الاثنى عشري، وهناك اليوم مع هذا التقارب هناك تحول أيضا، وهناك اثنى عشرية موجودين فيها، وحتى أنهم يعني أحد أبناء علي العماد يعني رئيس المجلس عصام العماد رئيس المجلس الشيعي الأعلى في اليمن، وهذا على غرار مجالس موجودة في لبنان وفي، وهذا كان غريبا على اليمن لأنه لا يوجد فيها يعني مذهب اثنى عشري لم يكن متواجدا هناك. لكن
منذ الثمانينات ومنذ التسعينات توسع هذا المذهب وأصبحت له يعني حسينيات وأصبح له مراكز، وأيضا ضمن العلاقة مع الحوثي وفي إطار الدعم الواحد من إيران. في إبريل نيسان من العام 2003 احتلت القوات الأمريكية والبريطانية العاصمة العراقية بغداد، وبذلك تسنى لإيران فرض هيمنتها على العراق. بعد سقوط العراق وسقوط بغداد وخضوعها للاحتلال الأمريكي والاحتلال الإيراني، واحتلالين متزامنين مع بعضهم، احتلال أمريكي وإيراني، لأنه أمريكا لم تدخل وحدها، دخلت معها ميليشيات، وأولها ميليشيا بدر إيرانية كانت مدفوعة. بلا شك أنها أسهمت في سقوط النظام في العراق، طبعا لها أذرع مثل فيلق البدر الإيراني اللي هو فيلق تابع لحرس القوات الحرس الثورية الإرهابية الإيرانية. بعد السقوط كذلك واصلت من خلال دعمها للميليشيات الشيعية وعلى رأسها عصائب أهل الحق الإرهابية المصنفة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. أجل فإيران لها دور رئيسي في إسقاط النظام الإيراني، وإن لم تعلن عن ذلك وإن لم تكشف عنه في الإعلام الرسمي. لذلك إيران لم تحرص على أن تجعل جنوب العراق منطقة فيها تنمية على الإطلاق، ما فيها أي تنمية، ما فيها، بالعكس مستوى التخلف ومستوى الانحطاط ومستوى الضعف ومستوى ما وصل إليه الإنسان هناك من ذل هائل جدا، رغم أنه تنهب الأموال بشكل هائل وتسحب إلى إيران. لو قارنت بين شمال العراق وجنوب العراق أنت تقارن، يعني لا يوجد مجال حقيقة للمقارنة. كذلك سدوات إيران كانوا حاضرين في التحريض على الغزو الأمريكي، ثم في التحول إلى قوة ميدانية أو قوة للغزو من حلفاء سواء البالكي أو آخرين، ثم الاستنكاف أو الاعتزال السني أوجد فراغ، وأمريكا اعتمدت على الشيعة الأمة وجزء الجزء المهم منهم هو عربي وهو بدني وليبرالي، لكن الأجزاء الطاغية هم الأدوات الإيرانية اللي عاشوا لفترة طويلة في إيران. أول رئيس لدولة في العالم يصل إلى العراق هو الرئيس الإيراني أحمدينيجاد، عام 2006 وصل إلى العراق تحت حماية الشيطان الأكبر، ما يسمونه الشيطان الأكبر إيران، يعني دخل إلى المطار والمطار ومحكوم بالقوات الأمريكية، ونزل تحت يعني بحماية الحراب الأمريكية، وبقى في بغداد وأيد الوضع وسافر بحماية أمريكية. سعت إيران إلى توحيد الجماعات الشيعية خلف رايتها، وإلى صنع تحولات ديموغرافية فيما يوصف جغرافياً بالهلال الشيعي الممتد من إيران إلى لبنان وصولاً إلى اليمن. عندما ترسم هذا الهلال من بغداد من العراق مروراً بدمشق مروراً بلبنان وصولاً إلى اليمن، هذا الهلال الآن ليس هلالاً، ربما بدر، ربما قمر كامل، يعني لأن كل منطقة الآن ضمن هذا المشروع. إيران تريد عمل كوريدور ممر من إيران فالعراق فسوريا فالبحر المتوسط، هذا الكوريدور الذي تريده ممر تجاري تقوم بعملية تشيع وتغيير مذهبي على جانبي هذا الكوريدور، إما تهجير العشائر والسكان من المنطقة أو تغيير مذهبهم لحماية الطريق أو جلب آخرين مكانهم من أجل حماية. فإذا هي لديها أهداف ليس لها علاقة لا بالدين ولا بالمذهب. هذه العلاقة الملتبسة التي كانت إيران تنفيها من قبل وكان حتى الحوثيون ينفونها ظلت تظهر إلى العيان يعني وقتا بعد آخر منذ بداية الحركة الحوثية وتبني الإعلام الشيعي بشكل عام والإعلام الإيراني والإعلام حزب الله لهذه القضية وتسويقها، ثم صفقات الأسلحة والسفن التي كانت وقبض عليها في مراحل كان لازال الحوثيون في صعدة. لا أنا انفجرت الحرب في صعدة في سبتمبر 2004 بتمرد الحوثيين على الدولة وانقلابهم عليها حينها وتمردهم حينها،
هذه العلاقة الاعتقادية هي علاقة يعني إيران استطاعت أن توظف الوجود الزيدي في اليمن لصالح مشروعها في المنطقة العربية من خلال فكرة تصدير الثورة ومن خلال العلاقة القائمة التي تتخذ من شعار مواجهة أمريكا وإسرائيل وما إلى ذلك شعارات لها، لكن في حقيقة الأمر هي تخدم المصالح والنفوذ الإيراني في المنطقة العربية. في فبراير شباط 2011 أطل علي خامنئي في خطبة الجمعة الموحدة متحدثا بالعربية على غير عادته: على ساحة العالم الإسلامي اليوم إرهاصات حادثة عظيمة مصيرية كبرى، حادثة تستطيع أن تغير معادلات الاستكبار في هذه المنطقة لصالح الإسلام ولصالح الشعوب. لم تكن تلك هي الحقيقة الكاملة، فثورات الربيع العربي كانت هي الخطر المحدق بإيران، وهي الانتفاضة التي حالت طهران دون ميلادها. باندلاع الثورات السلمية في تونس ومصر واليمن وسوريا، سعت إيران إلى حماية حليفها من السقوط، وسعت إلى اجتياحها عبر مقاتليها من الحرس الثوري ومرتزقة لبنانيين وعراقيين وباكستانيين وأفغانيين. ودخلت إيران كأحد العناصر الأساسية في تأجيج الوضع في سوريا، يعني منع أي عملية تخص الإصلاح أو السلمية في الثورة، لأن الثورة السورية بدأت سلمية واستمرت لأشهر طويلة، ونقلتها إلى حالة عنفية، واستخدمت القناصة الذين كانوا يرمون، هم قناصة تدربوا على يد الإيرانيين، والبرنامج الذي جرى التحرك فيه كله برنامج كان إيرانيا، ومحاولة الإيرانيين توظيف ما يسمى بالنبوءات المذهبية اللي تحدثنا عنها سابقا، جيش اليماني اللي راح يكون مقدمته أو ظهوره كمقدمة لظهور إمام الزمان اللي راح يسيطر على المنطقة، واستغلال ما يسمى بفكرة الهذيان المهدوي حتى يخربوا المنطقة وحتى يدمروها. وهذا واضح من خلال الإيرانيين عندما طرحوا فكرة أنه المهدي يقاتل في, في, في بغداد، محاولة إخراج القوات الأمريكية، ثم بعد اندلاع الأزمة السورية وتفجرها قالوا أن المهدي قد انتقل إلى القتال في حلب وفي حمص وفي حماة، ثم قالوا أيضا أن إمام الزمان يقاتل في اليمن. وكانت تحاول ثورات الربيع العربي استئناف الحياة السياسية، حياة ديمقراطية سياسية وانتقال سياسي في العالم العربي بعد فترة ركود الجمهوريات وتحول الجمهورية إلى ملكية تحت شعار الجمهورية، لأنه حصل توريث للحكم في كل من سوريا، كان هناك نية لتوريث الحكم في اليمن ومصر وغيرها من وليبيا أيضا، وبالتالي حاولت الشعوب العربية في الربيع العربي أن تعيد الجمهورية إلى مسارها الصحيح، لكن يعني التركة كانت ثقيلة، وثورات المضادة استطاعت أن تنقذ هذا الانقلاب الكبير وهذا التحول. وهنالك مقولة لأحد أعضاء المجلس الخبراء الإيراني حيث قال: إذا راحت سوريا ستذهب الأحواز من بعدها، يعني بما معناه هم يعتقدون أن تواجد حلفهم أو حليفهم على سدة الحكم نقطة أساسية. وقالها قاسم سليماني في أحد محاضراته على أنه طلب مني بشار الأسد حماية كرسيه وأن أتصرف في سوريا كما أشاء. قبل 3 عقود كان الرئيس علي عبد الله صالح أبرز قائد عربي وقف جنبا إلى جنب مع العراق أثناء الحرب العراقية الإيرانية. كان يرى بأن العراق تخوض معركة عربية لا تقل أهميتها عن القادسية، لذلك قام بإرسال المئات من المقاتلين العسكريين والمتطوعين إلى بغداد للدفاع عن النظام الجمهوري في العراق وحماية مكتسبات الشعب العراقي.
في سبتمبر أيلول 2014 عادت الإمامة مجدداً إلى اليمن بعد 4 أيام من القتال بين ميليشيا الحوثي المسنودة من قوات الحرس الجمهوري التابعة للرئيس السابق علي عبد الله صالح، وبين قوات عسكرية يقودها القائد العسكري البارز علي محسن الأحمر. اجتاحت ميليشيا الحوثي صنعاء وسادت حالة من الذهول في أوساط المجتمع اليمني بعد أن قدمت صنعاء على طبق من ذهب للعدو الإيراني. قوات الحرس الثوري الإيراني قامت بدعم الحوثي من حيث القوة والعتاد والتنظيم والتخطيط والتدريب، وكذلك من ناحية السلاح والمال، حتى تمكن الحوثي من أن يحتل صنعاء وأن ينقلب على الاتفاقيات التي جرت بين علي عبد الله صالح وعبد الرب عندما قام باستلام الحكم منه. ففي هذا الأثناء علي عبد الله صالح كذلك ساند الحوثيين وخرب أو دمر مسيرة الثورة التي طالب بها الشعب اليمني. فمكن علي عبد الله صالح أيضا في هذا الأثناء، كانت له مقاربات مع إيران طبعا علي عبد الله صالح باعتبار أراد أن ينتقم من الشعب اليمني ومن الأرض اليمنية. الحوثيين استفادوا من علي عبد الله صالح واستفادوا من إيران، لكن الفائدة الكبرى استفادوها من الدعم الإيراني لمآربهم ومطالبهم. حتى أنه أثناء التفاوض بعد أثناء دخولهم صنعاء كانوا لا يستطيعون أن يقطعوا بأي أمر قبل أن تأتيهم التوجيهات من السفير الإيراني وبالتواصل مع إيران مباشرة، وبعد ذلك يعني كيف فتحوا قبل عاصفة الحزم يعني الرحلات الجوية وما إلى ذلك. حتى صرح أحد القادة الإيرانيين بكل وضوح أنها العاصمة صنعاء العاصمة الرابعة التي سقطت بأيدينا أو بيد الثورة الإسلامية، ويعتبرون ذلك امتدادا للثورة الإيرانية يعني أو الثورة الخمينية. وهي أرادت على فكرة تحول الحوثيين إلى الحرس، إلى نسخة من الحرس، يعني هذا تحالف الحوثيين مع علي عبد الله صالح. أرادوا أن يكون علي عبد الله صالح، طبعا علي عبد الله صالح فكر بالعكس، كان يظن هؤلاء جماعة سيشجعها يدعمها من أجل يتعرف معها من أجل إيجاد الثورة اليمنية ثم سيتخلص منها. هم فكروا الإيرانيين والحوثيين في هذه النقطة، يتحول الحوثيين إلى الحرس ويتحول علي عبد الله الصالح في الصورة، لكن أمام الخلافات أصبحوا الحوثيين هم في السلطة، لذلك أضحوا قوة غير شرعية مقابل الحكومة الشرعية القيادة الشرعية والشعب الياباني الرافض في معظمه لممارسات الحوثيين وانقلابهم مع الثورة ورغبتهم في إعادة البلاد إلى الوراء. حرصت إيران على قيام دولة موازية في مناطق نفوذها عبر خلق حكومات في الظل وجيوش من المقاتلين واقتصاد يغذي الكيانات الموالية لها. سياسة إيران دائما هي منع سقوط الأنظمة التي تؤيدها، ولكن في مقابل أنها تنشئ آليات موازية للدولة، يعني تنشئ ما يمكن تسميته بالدولة الموازية، وهذه الدولة الموازية هي التي تدعمها إيران وتمنع سقوط الدولة الأساسية التي يجب أن تكون ضعيفة وليست قوية. هذا حصل في العراق. في العراق الآن إيران تسيطر على الدولة الموازية والدولة الأساسية ضعيفة، يعني أنت لديك فقط الحشد الشعبي وليس كل شيء، الحشد الشعبي تصور لميزانيته الآن تصل إلى قريب من 3 مليارات دولار، يعني هذه ميزانية دولة، ولدي ما يقرب من 250 ألف عنصر في الحشد، يعني 250,000 إنسان. هذا فقط أنت تتكلم عن جسم الحشد الشعبي وليس عن باقي المؤسسات الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والطبية.
التي تشرف عليها إيران وتديرها بشكل أو آخر. لما يزيد عن نصف قرن والأمة العربية تخضع للهيمنة الأمريكية ولبطش دول الطوق إسرائيل وإيران. يعني تصور في الكتب المدرسية الإيرانية، نحن نحكي عن الصورة الجغرافية، نحن نحكي عن صورة العرب، أيضا الصورة الجغرافية للعرب في المناهج الإيرانية اللي بتعتبر أن السعودية جزء من إيران، تعتبر البحرين هي جزء من إيران، وتعتبر العراق هي جزء من إيران، وتعتبر بأن الخليج هو خليج فارسي، بمعنى أنه ما يقع في حوزة هذا الخليج العربي ينبغي أن يعود إلى الوطن الأم إيران. الحرب التي خاضتها إيران ضد العراق حرب 8 سنوات، وهذه الحرب علمت إيران عدد من الدروس. أول درس منها أنها يجب أن لا تخوض حربا داخل أراضيها، يجب أن تخوض حربا خارج أراضيها. 2، يجب أن تكون لديها دائما ميليشيات وقوات أو أجهزة غير رسمية، ما يمكن وصفها بأنها مدون الدولة، تستخدم في إزعاج الآخرين والقلاقل وإرباكهم والوصول إلى الأهداف. 3، إيران لديها هدف يعني استراتيجي أن لا تخوض حربا مع الولايات المتحدة والغرب أبدا، لا يمكن. إيران ليست بتلك القوة التي تستطيع أن تخترق هذه المجتمعات وهذه الدول وتسقط أنظمة وتقيم أخرى، يعني هذا تصور ربما يجعل منها بعبعا كبيرا لا يمكن مواجهته، وهذا غير صحيح. هناك استلالات داخل كل بلد دخلت فيه إيران، هناك يعني عطب الذات كما سماها المفكر برهان غليون في سوريا. وهذا المشروع الإيراني لا يقتصر على العراق وسوريا ولبنان واليمن، لا، هذا يشمل كل الأمة. لذلك الآن كل دول الخليج العربي مهددة بهذا المشروع، هذا المشروع يهددها بشكل قوي، يهدد البحرين ويهدد الكويت ويهدد السعودية ويهدد الجميع. هذا المشروع ماضي، لديه أذرع تتحرك، لديها أموال، فساد عالي جدا، أسلحة، غطاء شرعي، يوفروا لها غطاء شرعي، الأمريكان يوفروا لها غطاء شرعي، وإيران توفر لها غطاء شرعي وتتحرك بهذا الشكل. فلذلك هذه الأذرع الآن تهدد الجميع. تشير المراجع التاريخية إلى أن إيران في عهد الإمبراطورية الفارسية الساسانية قامت باحتلال القدس وسلمتها لليهود. أول من أعطى اليهود وعدا بالعودة إلى فلسطين بعد السبي البابلي عن الإمبراطور الفارسي غورش عندما سيطروا على بابل في عام 539، وعدوا اليهود بإعادتهم من بابل إلى فلسطين. وهنا نقول أن يعني كأنه وعد بالفور وموقف بريطانيا من اليهود وإعادتهم إلى فلسطين لم يكن ذا سبق، إنما كان في حادثة تاريخية سابقة لهذا النوع. الفرس يعني بعهد الإمبراطور قورش وعدوا اليهود بإعادتهم من بابل إلى فلسطين، وكرر البريطانيين نفس ما قام به الفرس السابق. وخلال العهد الإسلامي وحتى اللحظة الراهنة لم تشارك أي من الدويلات الفارسية والشيعية في المعارك التي خاضها العرب في فلسطين. رأى تاريخيا طوال الوقت اللي تحدثنا عنه لم تكن حاضرة مثلا في التاريخ، الغزوات والتتار أو الصليبيين، وبالتأكيد في الصراع العربي الإسرائيلي، يعني كان هناك متطوعين من اليمن طبعا، تحدثنا مرة سابقة في عام 48 ضد المشروع الإسرائيلي، تعرف أن هناك حي المغاربة وباب المغاربة اللي قاتلوا مع صلاح الدين ضد الصليبيين، كان هناك متطوعين من المغرب العربي من ليبيا، كان متطوعين من السودان، كان متطوعين من مصر، كان متطوعين من العراق، من معظم أنحاء العالم العربي. طبعا تركيا دفعت على القدس 5 قرون تقريبا. إيران لم تكن حاضرة في القضية
في قضية القضايا العربية وقضية مطلق التاريخ الإيراني وتاريخ عداء مع العرب، ليس تاريخ داعم أو تحالف، ولم تكن حاضرة في الصراع العربي الإسرائيلي. وهم ما عندهم مشكلة أيضا في البعد الإسرائيلي، لأنه إسرائيل ليس عندها مشكلة إذا انتشر تم تغيير هوية المجتمع السوري والنفوذ وإلى آخره. لاحظ، ففي عملية تخادم أحيانا يحدث احتكاك في أحد جوانبها، لكن الطرفين أو الأطراف تعود إلى قواعد اللعبة بعد ذلك. بعد هذه الرحلة الطويلة التي رصدنا خلالها تاريخ الصراع العربي الفارسي والممتد لنحو 2500 سنة، برز لنا أسئلة كبيرة: هل ستجثو الأمة العربية لأطماع الإيرانيين؟ هل تدرك الشعوب العربية حقيقة الخطر الإيراني الفارسي على حاضرها ومستقبلها؟ وهل بمقدور الأنظمة العربية تحمل مسؤوليتها التاريخية في الدفاع عن الهوية العربية والقيم الإسلامية؟ ما الذي تملكه إيران من مقومات لمواجهة العرب دفعة واحدة؟ وهل بمقدور ميليشياتها الصمود أمام الشعوب المنتفضة؟ الله أكبر! ألم يعد طوفان الأقصى للأمة العربية وعيها وقادها لإعادة ترتيب قوائم أعدائها وخصومها؟ لقد تغير كل شيء، وغداً لن تشرق شمس إيران. اسألوا الأطفال إن شئتم عن الدول المعادية، عن أعداء العرب، حتماً ستبدد الإجابة أوهام إيران بالعودة من جديد.